العشرة وستة دقائق. مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حصاد يوم من الرياضة في تونس والعالم. اليوم تونس اهتزت على رسالة الفيفا للجامعة التونسية لكرة القدم، متابعنا دخول ترجي في الموسم الجديد وأيضا نتائج كرة السلة. ولكن قبل هذا نبدأ بالكرة الحقيقية، نبدأ برابطة أبطال أوروبا لكرة القدم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، نتائج مثيرة وأبرزها خروج برشلونة بهزيمة مذلة في برشلونة بالذات أمام بايرن. إلى نتائج، الإنتر يفوز على فيكتوريا بليزن 4-1، منهم هدف رابع للعائد لوكاكو، كان مصاب منذ الصائفة وأول مباراة، وهدف رائع للوكاكو 4-1 للإنتر يخليه في المركز الثاني ويضمن رسميا المرور إلى دور ثمن النهائي. أيضا بورتو يضرب بقوة أمام اف سي بروج 4-0 للفريق البرتغالي. ليفربول خارج الميدان يذل من جديد أجاكس أمستردام، يفوز 3-0 منهم هدف أول في المباراة للمصري محمد صلاح. مباراة مجنونة بين أتلتيكو مدريد وليفركوزن، منهم ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، مارتين تضرب الكرة، لعبت بينالتي، ضرب رجعت من القائم، عاود ضرب ضربت برا، ضربت على القائم، بعد عاود شاتت خارج الميدان. كانت فرصة الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد ليكتفي بالتعادل أمام ليفركوزن. وفي لقاء القمة، ولو أنه أثرت عليه النتيجة متاع الإنتر، لأنه فوز الإنتر خلى برشلونة يتأكد رسميا من مغادرة رابطة الأبطال الأوروبية، بايرن ميونخ يجدد الفوز على برشلونة في برشلونة بالذات 3-0، مباراة سيئة جدا 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 لبرشلونة. فرانكفورت يفوز على لويم 2-1. نابل يؤكد مرة أخرى قوته، يفوز على رانجرز 3-0، الفوز الخامس على التوالي للفريق الإيطالي المتألق في رابطة الأبطال الأوروبية والمتألق أكثر في الكالشيو. وفي المباراة المجنونة الأخيرة توتنهام يفوز على سبورتينج 2-1. يعطينا في الترتيب بالنسبة للمجموعة الأولى، نابل وفي الصدارة ب 15 نقطة، ثاني ليفربول ب 12 نقطة، وزوز ضمنه بفارق واسع المرور الرسمي. والجولة الختامية ستكون شكلية، المركز الثالث لأجاكس بثلاث نقاط ورانجرس بصفر من النقاط. في المجموعة الثانية، اف سي بروج في المركز الأول بعشر نقاط، ثم ثاني اف سي بورتو بتسع نقاط، وزوز ضمن العبور إلى دور ثمن النهائي. بالمقابل أتلتيكو مدريد بعد تعادل اليوم يفقد كل الأمال ويمشي للدوري الأوروبي، موجود في المركز الثالث بخمس نقاط، وليفركوزن بأربع نقاط. سننتظر إذا كان بتبيع سيضمن أتلتيكو مدريد في نهاية الجولة العبور إلى الدوري الأوروبي. إلى المجموعة الثالثة، بايرن ميونخ في الصدارة وخمسة على خمسة للبايرن ب 15 نقطة، ثم الإنتر الثاني بعشر نقاط، برشلونة الثالث بأربع نقاط وبشيلعب في الدوري الأوروبي، وفيكتوريا بليزن في المركز الرابع بصفر من النقاط. ونكملوا مع المجموعة الأخيرة، سبورتينج في الصدارة بتسع نقاط، توتنهام الثاني بسبع نقاط، فرانكفورت الثالث بسبع نقاط، والرابع لويم بست نقاط. والمجموعة هذه إلى حد الآن ما نجمناش نعرفه شكون اللي باش يتأهل. صحيح سبورتينج عنده الأولوية، ولكن لويم إذا كان ينتصر يمر، كذلك فرانكفورت توتنهام، بالتالي الحسم في الجولة في المجموعة هذه مؤجل للأسبوع القادم والجولة السادسة والأخيرة. نرجع لتونس. اليوم العشية كنتوا تابعتوا معنا على موزايك رسالة مثيرة وصلت للجامعة التونسية لكرة قدم من الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا. الرسالة هذه طلب من خلالها من الجامعة التونسية لكرة قدم توضيحات حول ما قال أنه بلغ إلى علمه بأن السلطات ترغب في التدخل في شؤون جامعة كرة القدم والتهديد بحل المكتب الجامعي، وذلك في مراسلة موجهة كما قلت إلى الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم. الفيفا طلبت في رسالتها من الجامعة الرد عن استفسارها وتقديم مزيد الإيضاحات حول الوضع وإعلامها بموقف الجامعة قبل يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري،
ونذكر انه الفيفا ذكرت في المراسلة متاحة اليوم انه القوانين واللائحة المعمول بها داخل الاتحاد الدولي تؤكد على استقلالية الاتحادات الوطنية في التصرف في شؤونها وعدم التأثير عليها، مضيفة انه في حال اي اخلال بهذه الالتزامات فانه ذلك يتسبب في عقوبات ضد الجامعة المعنية تصل الى حد الشطب من عضوية الاتحاد الدولي والحرمان طبعا من المشاركات على مستوى كأس العالم، كل بطولة العالم اللي تنظمها الفيفا، وأيضا المسابقات الإقليمية والقارية للأندية التونسية. طبعا وزارة الشباب والرياضة كانت أكدت لموزيك أنها غير معنية بالرسالة، ولكن سننتظر المزيد من التطورات بهذا الخصوص وتتضح الرؤية أكثر وقت ما نتعرف إن شاء الله على رد الجامعة وموقف الجامعة من خلال الاستفسارات والإجابة على الاستفسارات اللي طلبتها الفيفا. إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والترجي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب متاعه بانتصار على هلال الشابة في ملعب رادس، مباراة كانت انتهت نتيجتها في الشوط الأول باعتبار أنه 3 أهداف متاع المباراة 2-1 الترجي تسجلت في الشوط الأول، محمد أبو زريك في الدقيقة 4، حمد الهوني في الدقيقة 33 للترجي، وعزيز بوستة كان سجل الهدف الوحيد لهلال الشابة. وفي مقابلة لحساب المجموعة الثانية، اتحاد بنقردان يفوز على نجم المتلوي 2-0 ثنائية رفيق الكامرجي في الدقيقة 35 ودقيقة 89 من ضربة جزاء، رفيق الكامرجي أصبح هداف البطولة برصيد 3 أهداف، واتحاد بنقردان يتصدر المجموعة متاعه ب6 نقاط. أعلنت إدارة نادي الصفاقسي عن تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات للإشراف على قبول الترشحات وعملية الاقتراع، وتتكون من كل من شفيق قدورة رئيس اللجنة، محمد المعالج عضو، وأيضا سلمى السيدة سلمى بسباس الحاج صالح كعضوة. إلى كرة السلة، الجولة الثامنة، نادي الإفريقي يواصل الصدارة وبالنقاط الكاملة، نادي الإفريقي فاز في الجولة الثامنة على التوالي، انتصار الثامن على التوالي على شبيبة المنازة 76، الدالية الرياضية بجرومبيريا شبيبة القيروان 79-67، الملعب النابلي الزهرة الرياضية 80-89 للزهرة، اتحاد الأنصار النجم الرادسي 60-69 الرادس، النجم الساحلي لاتحاد المناسيري الفوز للنجم الساحلي 76-72، وحيرة كبيرة في المستير، وربما حتى منتظر أنه حتى تغيير على مستوى الإطار الفني. نذكر أن الاتحاد المناسيري هو صاحب الثنائي في الموسم الماضي، وهو الفريق الأكثر حضور وجاهزية وسيطرة على الألقاب في تونس في السنوات الأخيرة. في الترتيب نلقاو النادي الإفريقي في المركز الأول ب16 نقطة، ثاني الملعب النابلي ونجم الساحلي ب14 نقطة لكل فريق، الرابع الاتحاد المنصيري ب13 نقطة، الخامس الزهرة الرياضية ونجم الرادسي ب11 نقطة، السابع دالية الرياضية ب10 نقاط، الثامن شبيبة القيروان ب9 نقاط، التاسع شبيبة المنازة ب8 نقاط، واتحاد الأنصار في المركز العاشر والأخير ب7 نقاط. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikefm.net.